على الدفاع عن التراث المغربي وتحسينه والاعتراف به وطنيا ودوليا. عار باش واحد القوس كيجي كيقول لك اليوم انا مجموعه ديال الشباب كيصيفطوا لي ميساجات راه في اليونسكو راه كسكسو اعتقد ولا شي حاجه، راه ولا مغربي جزائري تونسي، لا راه مغربي القفطان كذلك مجموعه ديال يعني. انا تكلمت مع السيد المدير قلت له واش ممكن يعني نفرقوا ما بين الكسكس المغربي مثلا والكسكس الجزائري والتونسي يعني قانونيا ماشي زعما غير علاش، لان المواطن والمواطنات كيطالبوا بهادشي فنعطيهم هادشي. هذا راه هذا ما فيه استثمار، ما فيه حتى حاجه، هذا فيه غير الاعتراف، فيه غير الاعتراف. نفس الشيء بالنسبه للقطن، نفس الشيء نقول لك ماشي بعيد، نفس حتى الموسيقى اليوم، اليوم الا لاحظتوا قناوه ولاو بغاو جزائريين يعتبروا بان القناوه ديال الجزائر ثقافه يونيفرسال اكسيتيرا، ولكن كاين بعض الاشياء اللي خارجه من المغرب ومزيان تكون يونيفرسال غدا ولكن نعترفوا بانها مغربيه. اولا الوزاره ستعمل على الدفاع عن التراث المغربي وتحسينه.